مع كلمة رئيس إقليم كردستان الأستاذ نجرفان برزاني، نأمل من الأعزاء الاستماع إلى الترجمة الفورية للكلمة عبر الأجهزة المتوافرة أمامكم. أما دبوني باريس سلاوتون لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير بين بو. أهلا وسهلا بكم في مراسيم يوم شهيد الوطن، الذكرى السنوية 20 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره. باسم شعب كردستان أحيي الروح الطاهرة لشهيد المحراب وكل شهداء حرية العراق. مع إحياء ذكرى شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، نستعيد جميع ذكريات النضال المشترك والكفاح ضد الظلم والديكتاتورية. السيد محمد باقر الحكيم يحظى باحترام كبير لدى الحركة التحررية الكردستانية، لأنه كأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في العراق، وعلى مر سنين النضال كان مؤمنا بلم شمل كل القوى. في مؤتمر نصرة الشعب العراق في طهران في العام 1986، ساهم إلى جانب والدي إدريس بارزاني في تقوية النضال المشترك للكرد والشيعة وجميع مكونات العراق. كانت العلاقة القوية بين السيد محمد باقر الحكيم والرئيس مسعود بارزاني والرئيس جلال طالباني تفرح الشعب العراقي بوحدة المعارضة العراقية، وأصبحت عاملاً لدعم المجتمع الدولي لشعب العراق والمعارضة العراقية في كفاحهم ضد الدكتاتورية. هذه العلاقة القوية بين الأطراف جعلت المعارضة العراقية في مؤتمر لندن في العام 2002 ومؤتمر صلاح الدين في شباط من العام 2003 تتفق على خطاب وبرنامج موحد لمرحلة ما بعد الدكتاتورية على أساس ضمان حقوق جميع المكونات وإدارة العراق وفق نظام اتحادي. كان شهيد المحراب ومجاهد العراق الكبير السيد محمد باقر الحكيم أحد علماء العراق في مجالات الشريعة والفلسفة والاقتصاد، ولذلك كان صاحب فكر منفتح على جميع القوميات والمذاهب. إن سعة علم الزعماء تجعلهم دائما يبتعدون عن العداء القومي والمذهبي، ويعملون على تعزيز جسور التواصل والتعايش. إن علاقة زعيم ثورة كردستان المرحوم ملا مصطفى بارزاني مع مرجعية النجف جعلت السيد محسن الحكيم يدعم دعما كاملا الشعب الكردي المضطهد، ويصدر في العام 1965 فتوى بتحريم قتال البيشمركة والكرد. كما كرر شهيد العراق الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عام 1974 وبوضوح نفس الفتوى بتحريم قتال الكرد. وأيضا ساند آية الله العظمى السيد علي السيستاني أطال الله في عمره الدستور العراقي، لأن هذا الدستور منح الحق لجميع مكونات العراق. فقد أقر الدستور العراقي تعايش جميع العراقيين على أساس التوافق بين مكونات العراق بصيغة اتحادية. السادة الحضور، إن بناء الثقة والنضال المشترك
لجميع الأطراف في سبيل التحرر من الدكتاتورية والاضطهاد، خلق المحبة بين جميع قوميات ومكونات العراق. ونتيجة لذلك العمل الجماعي كتبنا معا دستورا يحقق الوحدة بين جميع مكونات العراق على أساس تأمين حقوق جميع المكونات بالمساواة. هذا الدستور هو عقد سياسي واجتماعي بين جميع مكونات العراق، لا يجوز إهماله مثلما يجري الآن، بل يجب تطبيقه تطبيقا كاملا حتى لا ترى الناس نفسها بعيدة عن العملية السياسية في العراق. يجب ضمان حقوق جميع مكونات وفق الدستور، وأن يكون نظام إدارة العراق بشكل عملي وحقيقي نظاماً فيدرالياً اتحادياً. وهذا هو المبدأ الأساس للدستور والنظام السياسي والإداري للعراق، والذي صوت عليه الشعب العراقي في أكبر استفتاء تاريخي. وإننا في إقليم كردستان، ومن منظور تطبيق الدستور وبناء على اتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، ندعم رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ونأمل أن تنفذ بنود اتفاقية تشكيل الحكومة في وقت قريب، كما ندعم سيادته في سعيه إلى إعادة السلطة المدنية والمحلية إلى جميع المحافظات، وعمله على تمهيد الأرضية للحوار والاتفاق بشأن المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وسعيه لتأمين الخدمات وإعادة التوازن لمشاركة جميع مكونات العراق في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش العراقي. السادة الأكارم، ارتأينا من الضروري أن نأتي اليوم إلى بغداد للمشاركة في هذه المناسبة المتميزة، فبغداد في الحقيقة مدينة عزيزة علينا. إذا تم احترام حقوق جميع الأقاليم والمحافظات في بغداد، وإذا أصبحت مؤسسات الدولة انعكاساً حقيقياً للنظام الفيدرالي، وإذا تم تأمين الحقوق والخدمات بمستوى عال لجميع مواطني العراق، سوف تصبح بغداد قوية جداً. حينها ستصبح بغداد حامية جميع أقاليم ومحافظات العراق، ونحن جميعاً بتكاتفنا نستطيع أن نكون أقوياء وأن نعزز مكانة العراق وموقعه. عندما كان العراق يمر بأسوأ الأوضاع، كان جميع العراقيين يفتخرون بالأمن والازدهار في إقليم كردستان، لأنه كان كجزء من العراق يبعث الأمل في عودة الأمن والازدهار إلى عموم الوطن. إن الرئيس مسعود بارزاني يعتز دائماً في خطاباته عن انتفاضة 1991 بأن مئات الألوف من الجنود العراقيين في عهد النظام السابق أعيدوا بسلام من كردستان إلى ديارهم، ونحن الآن لدينا أمر آخر نعتز به، وهو أنه بعد حرب داعش جاء 1,800,000 نازح من مختلف مدن شمال ووسط العراق إلى كردستان، وحتى عودتهم وحتى الآن لم يقع أي حادث سيء أو أي حادث عنف، وهذا محل افتخار وعلامة على وجود المحبة والاحترام بين أبناء العراق. وهذا يعني أيضاً أن الأرضية مهيئة وبقوة لتطبيق الدستور في العراق، وأن الناس تدعم إنهاء المشاكل. السادة الحضور، كما ترون علينا أن نساند بعضنا البعض في الأوقات الصعبة، وكل نجاحاتنا كانت نتاج عملنا المشترك، ولذلك الآن لدينا الفرصة والوقت مناسب جداً
لكي يقرر كل منا العمل باتجاه التعايش وحل جميع المشاكل، والفرصة مواتية ليسترد العراق مكانته القوية التي يستحقها في المنطقة. ويأتي هذا عن طريق حل المشاكل، وهو الذي سيفتح المزيد من أبواب العالم في وجه العراق. إن مناطق العراق وأقاليم ومحافظات العراق والقوميات والأديان والمذاهب في العراق ليست أعداء لبعضها. هذه التعددية ليست علامة على ضعف، ولا ينبغي أن ننظر إلى بعضنا البعض كمنافسين، فنحن مكملون لبعضنا البعض. علينا أن نعمل بروح الشراكة، وهذه ليست علامة ضعف للعراق، بل أن التعددية القومية والدينية والمذهبية علامة على قوة العراق. في نظام ديمقراطي ومدني واتحادي تصبح هذه جميعها مكملة ومستاندة لبعضها. إن عالم اليوم هو عالم متعدد القوميات والأديان، لم يعد هناك أي بلد أو مدينة ذات لون واحد، ولهذا السبب أصبح تطور العالم أسرع من أي وقت آخر. إلى جانب الكرد والعربي والتركمان والآشوريين والكلدان والأرمن، يعيش الآن أبناء أكثر من 40 قومية في إقليم كردستان، وخلقوا معا الإعمار والتنوع الثقافي، ويعيشون جميعا مع بعضهم بلا مشاكل وبسعادة في إقليم كردستان، وهذا فخر كبير لنا جميعا. لقد شاهدنا أن أكبر ديكتاتورية وأعنف نظام أمني وعسكري ورافض للتنوع في العراق لم يستطع الاستمرار، لأن العراقيين يريدون أن يفرحوا بتنوعهم وسلامهم وأن يتعايشوا معه. وكان هذا هو هدف الشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره وجميع شهداء العراق حرية العراق. إن عندنا في العراق الكثير من المشتركات التي تجمعنا، وهناك أسس مشتركة للتعايش وقبول الآخر والعمل معا. إن الرغبة الحقيقية لجميع العراقيين هي العيش معا في ظل المساواة، ولذلك يجب تحويل هذه الرغبة لدى العراقيين إلى ممارسة فعلية. وفي الختام، نفتخر جميعا بالإعمار والتطور، وليس بإطالة الخلافات وتعميقها. آمل أن يتم حل جميع المشاكل في العراق قريبا، ويعيش العراقيون بسعادة متمتعين بخدمات جيدة. مرة أخرى نحيي الروح الطاهرة للمرحوم شهيد الوطن آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، وشكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة.